شهدت العديد من الأماكن في العاصمة تفاعل المواطنين مع مباراة المنتخب الوطني ضد بوركينا فاسو. أجواء حماسية، فبرودة الطقس والأجواء الشتوية لم تمنع المناصرين من متابعة المباراة في الأماكن العامة. سوسبانس وترقب أثناء الشوط الأول. إن شاء الله نربحوا في الدوزيام ميطو وفي فالارجيري. نتمنوا إحنا دائما نربحوا، دائما الجزائر الفوق 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 الفوق. 1-2-3 في فالارجيري. ميطو جاس نورمال والحمد لله، وإن شاء الله نربحوا. ويا لي جوار شويه حراره جيبونا كوب دافريك. مامو شوف يا اختي، مامو ما يراطيوش هكا، مامو ماتش الاول ياخذوا العبره. حنا رانا كتبنا واقفين في الشتاء، حنا رانا واقفين في الشتاء، حنا رانا معاهم وان شاء الله فيها خير. دوزيام ميطو نعجبنا اللعب شويه، مي مازال ما تسرحوش مليح مليح، وان شاء الله ما تسرحوش كيما المره اللي فات. ماشي نندموا نحصلوا في الاربيت ونحصلوا الله فتحوا. نورمالمون جوار كيما هذاك ما يخرجش وحده، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. شوط ثاني حقق فيه المنتخب الوطني التعادل بطعم الفوز. هو ما أرجع الأمل والفرحة للمناصرين. تعادل بطعم الانتصار نقوله، الأفريقيا اللي هي وشنو جمال. شوية هربت له ليكيب، مش كيما مداري داري نورمالمون يليق يدي موقف كيما نقولوا. هادو لي ماتش كيما عمورا كل عام ماتش فات ولا دخل كيما هكذا كان يدير بون ماتش، هكاش كي دخل تبدلت اللعبه وصافي بليزير درنا النيل. وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نربحو ونكاليفي وكحلوش نجيبوها باذن الله. واش نقول لك، درنا المهم درنا تعادل، مازلنا عندنا مازلنا حدود الماتش تروازيام مع موريتانيا ونربحو سوا ديزون نروحو بريمي في الجروب ولا الدوزيام، ليسونسيال تكاليفيو الدوزيام جروب. وبالماضي عاود يصلح الاخطاء ويدخل عمورة. عمورة عنده فعاليه في الشوط الثاني، ملي يدخلوا الشوط الاول ان شاء الله نتكاليفيو. مشجعون من مختلف الفئات العمريه يتواجدون في كل مكان لمناصره الفريق الوطني ومتابعه كل المباريات في اجواء حماسيه، فحلمهم الوحيد هو تحقيق الفوز في كل مباريات الكان.